أحييكم بتحية أهل الجنان، فأقول سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أولاً نشكر صاحب هذا المجمع السياحي على هذه الدعوة الكريمة وعلى هذا الحفل البهيج، كما سبق شيخي نوار حليتين وقال: كرم به أهل القرآن، وأي إنسان يكرم أهل القرآن يكرمه الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات. عندنا لقاء خاص مع الطفل المعجزة أو الطفل النابغة يوسف حنشي. يوسف حنشي عنده كثير من المميزات وعنده كثير من الإمكانيات، وإنما نبدأ بالميزة الأولى التي الأولى التقليد. ميزة التقليد هو أنه يقلد الكثير من القراء العالميين كعبد الباسط عبد الصمد والمنشاوي وعلي جابر وغيره وغيرهم. راح يقرأ سورة قاف ما تيسر من سورة قاف، الآيات 14-35، ويقلد الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ويقرأ من الآية 19 إلى الآية 35. الآية 16-35. تفضل. البيت الصبر بمقام البيت والصبر. قنات مقامات مقامات. تفضل. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما
يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوا بسلام ذلك يوم حسبك